ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أصدقائي المشاهدين وعشاق الكرة في كل مكان، أحباء المستديرة، أنتقيكم الليلة في قمة العطاء وكرة الاستثناء في مواجهة العيار الثقيل. منتخب لويس إنريكي المنتخب انضم للفيفا في سنة 1900. كارفاخال محاولة مرور الطراف، جافي عرضية، ودي في كارفاخال، عودة كارفاخال المشاركة مع المدخال. كارفاخال محاولة مرور الطراف، الكرة رسمي آخر، والدفاع على الجبل من 0-3-0 للإسبانية. دق الكرة من كارفاخال التاجدي. طبعا البطولات الكبرى تحتاج لقبين، مونديال ساوث أفريقيا 2010، يورو دبرة 2008، المنتخب أسس في يونيو 1930، ينضم للفيفا الإسباني بالتواجد في هذا اللقاء. إيفان يلعب كرة أرضية، محاولة خطيرة، والتعادل أمام ألبانيا أهل يوغوسلافيا. في ماركوس ألونسو يلعب كرة أقصى يمين، بابلو السرابية يلعب الشمالية اللي كان يقودهم جورج بيست، هذه كرة خطيرة، بابلو هذه كرة لمراد السرد الوهاب، بالمناسبة من مواليد برشلونة. بيدري هيا، تبقى محاولة خطيرة، بابلو يلعب كرة داخل منطقة جزاء البانيا بهذا الأسلوب والفلسفة الأسبان. كرة الوراء، جافي توريس، ألونسو، بابلو السرابية في بيدري، بابلو وهذه راس كرة عند فيران توريس يرفع كرة، هذه كرة خطيرة للفريق الألباني، كرة كان ممكن يسجل، إمكانيات الهجومية أكثر من جانب لاعبيه. ألونسو هيا الاستلام، كرة خطيرة عند الحارس بيرشا، الاستلام 38، مراتا متساوي مع شارع الدفاعات المنتخب الألباني، كرة معادة بالخطأ الآن لتشعر ان هناك رغبه كبيره لتسجيل كره. تمرير باتجاه لاعب طارس، تبقى الهجمه قريبه، الفريق الالباني يضيع هدف محقق نص ميدان. سولير الكومانينيت ساريناس باتراجينو، كره بس مونتيس معلق باسكت من اصول كوبيه، رودريجو جوردي البا خساره مريره المنتخب الالباني في الهجمه، كره تلعب من بوريا، محاوله خطيره لحظه على امل ان يتغير شات اللاعب بوغداني، كره الفريق الاسباني امام السويد والان يغيب عن هذا المونديال من اجل ان يتعادل لاول مره في تاريخه امامك القادمه. هل سنشاهد تحسن في اداء اسباني؟ خسر الذهب في الفاينل في ملعب يوكوهاما امام البرازيل. تلعب كره في مناطق الباني والاسباني، كره تنقل الان مع انطلاقه سريعه، جوردي ألبا الوصول، كرة خطيرة، توريس، المنتخب الإسباني يصل لمرمى ألبانيا، هذه المرة فران داخل الصندوق، فران يفرح الإسبان ويضحك لويس إنريكي، وأخيرا الكرة تبتسم لمنتخب الأرخة بهدف فران توريس. كثيرة ممكن التعادل، كرة ممكن ترجع الفريق، استلام التمرير مع انطلاقة داني أولمو، كرة منطقة إسباني، هدف للمنتخب الألباني، المنتخب الألباني سجل بخطأ من رايا يا أختي، منتخب ألبانيا سجل هدف عن طريق وسون بهذا الاسم. الإسباني الإسباني يسترجع كرة بسهولة، يضغط مراتا مهاجم صريح، كرة طبعا لرجع كرة لورا، تمرير من المنتخب الإسباني طرف فيها، ستابلو يتقدم، بابلو عرضية خطيرة، تبقى محاولة قائمة، السبعة بنسا الفارو مرتا، حاول الاختراق من بابلو، أرماندو يمر الفريق الألباني في الوش، روسينا دربهم بلوتش، رودري يفقد توازنه، رودري يخسر الكورة، كورة ترجع لورا، هاد كارفاخال التمرير، رونتوريس سيمويس يرفع كورة على مص المراوغة من كافي، توريس كانت كلبا، ولكن الفريق الإسباني والفريق الأفضل يكون فعال يتعامل مع هذا اللقاء الودي. توريس جابو توريس، ألونسو بابلو السرابيا في بيدري، هذه راس كرة عند فيران توريس يرفع كرة، نيات الهجومية أكثر من جانب لاعبيه.
هيا الاستلام كره خطيره عند الحارس بلش على الاستلام ديالي هذه كره خطا للفريق الالباني كره كان ممكن يسجل القارس 38 مراته متساوي مع الدفاعات المنتخب الالباني كره خطا هلا انقلب وشوده فريق هنا عملتها هذه محاوله بلشا هلبا يحاول استغلالها منتخب البانيا ماركوس الونسو 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 كره الساي تبقى محاوله قائمه جبل ترى التاج البريطاني لسبب واحد هذا رودريجو رود ايضا الباني والاخر المنتخب كره داخل مقامية مرتاح حاضر كره خلفيه من بابلو قال يرفع كره في مناطق البانيا كره قويه والحارس يتصدى لكره تروس سيطرت ملك اسبانيا على العالم بيسلس يمرر لرودري رودري الصاب هذا بيدري بيدري مباراة طرف واحد محاولة بلبا كورة من جافي داخل منطقة فريق لا تشعر أن هناك رغبة كبيرة لتسجيل كورة تمرير فعل لاعب طارس تبقى الهجمة قريبة الفريق الألباني يضيع هدف محقق مصريين سولير سولير الكورة ليت ساليناس بوتراجينو كورة بسمونتيس معلق باسكت من وصول كوبية رودريجو جوردي ألبا جوردي ألبا خسارة مريرة المنتخب الألباني في الهجمة كرة تلعب من بوريا محاولة خطيرة على أمل أن يتغير شات بوكتاني كرة الفريق الإسباني أمام السويد والآن يغيب عن هذا المونديال من أجل أن يتعادل لأول تاريخه الآنك القادمة هل سنشوف أداء أمام الإسباني رغم بتغيير إسباني خسر الذهب في الفاينل في ملعب يوكوهاما الأمريكي تلعب كرة في مناطق البانيا والدفاع عن بيدري في اليسار جوردي ألبا وقعت يا إسبانيا الفريق ينطلق الآن يلعب اللقاء الثالث ليه دوليا إسبانيا في مقاطعة نجوم حاولت المرور طبعا هذا من منتخب إسبانيا منتخب البانيا منتخب إسبانيا في الهجمة كرة خطيرة حاليا كرة تنقل الآن مع انطلاقة سريعة جوردي ألبا كرة خطيرة توريس إساسيو توريس المنتخب الإسباني يا سليمان